السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة دائما. في وصفة جديدة، واليوم وجدت لكم هاد غريبة الكوك اللي كتجي معلكة ولذيذة وبمقادير مضبوطة وكتنجح معكم من اول تجربة. فنبداو على بركة الله المقادير وطريقة تحضير. اول حاجة ودائما عندي هنا البيض بحرارة المطبخ. الا كان البيض صغير كديروا ثلاثة، كانوا كبار كديروا جوج بيضات كيكفيو. عندي خمارة هنا حمراء، عندي ليمونة، وهنايا كيف ما كتشوفوا سكر كلاصي بنوعية جيدة، قبيصة الملحة، دائما كاس ديال الكوك بقياس العنبة، نص كاس سكر سنيدة، ونص كاس زيت المائدة. فبالنسبه للسكر سنيده كنحتاجو غير نص كاس، لان ديجا كيكون عندنا سكر كلاصي حلو، يعني بلا ما نزيدو اكثر. وهنا ثلاثه الكيسان يكونوا كبار ديال الفينو. بالنسبه لي مبغاش دير الفينو، يمكن لها دير السميده فكتجي زوينه. انا اختاريت هذه المره ندير الفينو. اول حاجه غادي نبدا بها هما عندي البيض بحراره المطبخ. دائما اي حلوه كنبغيو نصوبوها كيكون عندنا البيض بحراره المطبخ، من الاحسن ما يكونش في الثلاجه. فهنايا كناخذ ثلاثه د البيضات. كيف قلت لكم الا كان البيض كبير تحتاجوا غير جوج بيضات راهم كافيين. فانا حيت عندي متوسطين ما درت ثلاثه د البيضات. وهنايا كنديروا قبيصه د الملح، ضروري من الملح. وغادي نضيف على البيض السكر سنيده، دائما السكر مع البيض باش كنحيدو ديك الحبيبات ما تشكلناش في اي كاطو ديالنا. ضروري ملي كيكون البيض والسكر كنطربو هو الاول وعاد كنضيفو المقادير الاخرى. فانا كنخلطهم بالخلاط اليدوي كيكفي، كنخلطهم مزيان ومن بعد نزيد المقادير. بالنسبه لواحد الساشي درتها ديال نكهه البرتقال، هذيك غير زايده، داكشي علاش ما قلت لكمش، لان اللي بغا ديرها ديرها، اللي ما بغاش ما ديرهاش. هنايا كنضيف على البيض والسكر سنيده، الزيت نص كاس ديال الزيت المائده بقياس العنبه دائما. فغادي نخلط الكل جيدا حتى ما كيبقاوش يبانوا لنا ديك الحبيبات كيف ما كتشاهدوا. وهنا غادي ناخذ ديك الليمونه اللي عندنا، غادي ندير فقط القشور. ما نحاولوا اننا ما نديروش ديك القشره البيضاء باش ما تعطيناش المروره في غريبه. فكنديروا غير ديك الفوقاني الصفر القشور، ما نديروش ديك اللي كانت فيها ديك الخضوره، ما ديروهاش، ديروا فقط غير الصفر ديال القشره ديال الليمون. ومن بعد غادي ناخذ شي عصاره وغادي نعصر فيها ديك الليمون اللي من الداخل، غادي نعصره شويه باش كيعطينا واحد النكهه اللي غزاله. فهنا كيف ما كتشاهدوا كنقشرها، ومن بعد غادي ندير فيها ديك الليمون نعصرو. وغادي ناخذ هنايا ساشي ديال عفوا ديال الخميره، وساشي ديال هذا بنكهه البرتقال ولكن ديال بليغون بزاف. فانا هذا بغيت غير نزيدو، يمكن لكم ما ديروش، فقط ديروا غير خماره حمراء. هذاك غير بغيت نزيدو باش يعطيني واحد لوكو مختلف. وهنايا عصرت ديك الليمون غادي نضيفو، حتى هو كيف قلت لكم كيعطي واحد لوكو زوين. وهنايا غادي نخلط الكل جيدا حتى يندمج لي الخليط مزيان. فالطريقة ساهله جدا، الغزاله ديالي كتنجح معكم من اول تجربه. فهنايا غادي من بعد ما خلطت الكل غادي نضيف كاس فقط ديال الكوك بنوعيه جيده. من الاحسن انه يكون الكوك هذاك اللي كيكون بحال اللي فازك، يعني نوعيه جيده من الاحسن، ما يكونش ناشف، لان ملي كديروا ديك الكوك الاخر راه ما تنجحش معكم. عندك الكوك وعندك السكر كلاصي، الا ما كانش بنوعيه جيده فصدقوني هاد الغريبه ما غتنجحش معاكم. من الاحسن يكون الكوك بنوعيه جيده. فهنايا غادي نبدا نضيف الفينو تدريجيا. كاين اللي تحتاج غير جوج كيسان ونص ديال الفينو، كاين اللي تحتاج غير جوج كيسان، على حسب النوعيه ديال الفينو. وانتم عينكم ميزانكم، ها انتم كتشوفوا انا كنخلط وانا كنضيف. يعني هنايا ضفت الكاس الثاني ديال الفينو وغادي نبدا نخلط بالايدي ديالي،
تنشوف العجينه بدات كتجمع، فمن الاحسن واخا تشوفوها كتجمع في يديكم، هي ضروري خصها تبقى تلتصق في الايدي، يعني ماشي تكون كاريمون مجموعه بحال اللي غتعجنوا الملاويلا، خصها تكون كتلاصق شويه في اليدين. المهم انا درت جوج كيسان هنايا، والكاس الثالث غنضيف تدريجيا باش نشوف. كيف قلت لكم على حسب النوعيه ديال الفينو، فهنايا انا راني يعني هانتوما كي كتشوفوا ها هو كيتخلط معايا، ولكن خصو يكون كيلتصق في الايدي ديالنا باش هنا كنعرفوا الغريبه ديالنا غتنجح معانا. الا ما كانش كيلتصق في الايدي فما كنظنش انها تنجح معاكم، لان كتجي بحال اللي مدقصه، فمن الاحسن انها تكون كتلتصق باش ملي كتدخلوها للفران كتجي معلكه من الداخل. هانتوما كيف شتي راها كتلصق، يعني ماشي مجموعه بزاف، خصها تجيكم هكا كترمل في الايدي، يعني ما تكونش مجموعه بزاف. كنتمنى تكونوا فهمتوني. فهنا من بعد ما ساليت الكميه خلطت كلشي، غادي ناخد شي لاطه اللي غادي نديرو فيها. انا دائما ديال الفران كندير غير بابي كويسون، كنحطهم ما كندهن ما حتى شي حاجه. خديت لاطه ديال الفرن غادي ندير فيها بابي كويسون، هاد الكاغيط ديال الخاص بالفرن دائما انا هكا كنستعملو، فما كتلتصق ليش الحاجه وكتجي زوينه، وما عندي لاش ندهن ونعاود. وهنا غادي ناخد الطبسيل اللي غادي ندير فيه الكميه اللي غتقدني ديال سكر باتيسري، يعني سكر كلاصي. انا خديت بنوعيه جيده، ما خديتش العبار ولا هذا ما كيكونش مزيان، فمن الاحسن السكر كيف قلت لكم عندكم في هذه الوصفه سكر كلاصي والكوك يكونوا بنوعيه جيده باش تقدر تنجح معكم الوصفه وتجيكم غريبه معلكه وزوينه. الا ما كانوش بنوعيه جيده فما كنظنش غتنجح معكم. وهنا الكبيدات من بعد ما ضفت الكميه ديال السكر كلاصي اللي تكفيني، فانا عمرت الغطار باش هكا نفندهم في خاطري، غادي نفندهم. بالنسبه اللي ما عندهاش سكر كلاصي كيف قلت لكم يكون بنوعيه جيده، غضيف معاه النشا سكر كلاصي ودف معاه واحد نص كاس ديال النشا. وهنا الغزاله ديالي غادي نبدا نشكل كويرات بالحجم اللي بغيتو، يمكن لكم ديرهم كبار صغار على حسب كل واحد وشنو كيبغي. انا كتعجبني هكا مويان، وسمحوا لي على التصوير دائما الاضاءه، كنصور دابا بالليل الصراحه كنقول ما عوالاش انني غندير شي حاجه وكطيح لي في بالي نديرها، كنقول علاش لا ما شاركهاش مع الغزالات ديالي، الكل يستافد. وكنتمنى لا فيديو تعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم كيف ما كتشاهدوا. انا كنصرع لكم دابا الفيديو باش ما نطولش عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وهنا الغزالات ديالي الفنات ديس كنكورهم، هانتوما طريقه سهله جدا، كويرات نفس الحجم كنديروهم صغيورين، من الاحسن انكم ديروهم صغار ومني ديروهم في لاطه ديال الفرن تبعدوهم، لانها فوا كيدخلوهم الفرن راه دغيا كيطلقوا كياخذوا الحجم اللي بغيتو. ومن الاحسن انكم ديروهم بعادين على بعضياتهم ما ديروهمش قراب. هنا كنبدا نفندهم هكا في سكر كلاصي، تنسالي الكميه اللي عندي. وهنا غنكون درت الفرن يسخن، انا عندي الفران ديال الغاز، بالنسبه اللي عندها الفران ديال الضو غادي ديرهم الفوق تتشوفهم راه دغيا كيطيبوا، يعني ردوا لهم البال، فما نحتاجوش انهم تيتحمروا بزاف لان فيهم سكر كلاصي تقدر يتحرقوا من التحت. انا كنقول لكم ونعاود لكم شتي غير تشوفهم شدوا يبدا داك التحتاني ديالهم كيحمر كتهبطوهم باش كيطيبوا لكم من الفوق شويه، كياخذوا ديك اللون الوردي وتحيدوهم، راه دغيا كيطيبوا كيجيو خفاف ما عندهم لاش يطيبوا بزاف. فانا كنقولها ونعاودها ردوا البال معاهم راه كيطيبوا دغيا، من فوا ديروهم تشوفوهم بداو كيتنفخوا وكيتحلوا قلبوهم من التحت راه حيت فيهم سكر كلاصي باش ما يتحرقوا لكمش من التحت. مهم انا علمتكم، فلان دغيا كيطيبوا وما كيحتاجوش بزاف الوقت، فانا كنحاول انني نسرع معاكم كنكمل الكويرات اللي عندي. ومن بعد ما نسالي الكويرات ديالنا راه كيعطي واحد الكميه اللي لا باس بها، يعني هادشي اللي درت ودرت لاطه اخرى، يعني راه عطاوني كميه اللي كثيره بزاف كيف ما كتشاهدوا. كنعاود نفندهم في سكر كلاصي دغيا كيشربوا سكر كلاصي، فداكشي علاش قلت لكم ما ديروش السكر سنيده بزاف، نص كاس كافي، لان كتفندوهم في سكر كلاصي كيكفي السكر
دابا غادي ناخذ الايدي ديالي غير هكا من الفوق وغادي نضغط عليهم غير شويه كيف ما كتشاهدوا. فهنا السكر كلاصي سقلي في يدي، نعاود من بعد راني ما صورت لكمش، نعاود ندير لهم السكر كلاصي شويه من الفوق. وهنايا ندخلوهم للفرن. فمن بعد ما دخلتهم للفرن كيف كتشاهدوا كيجيو رائعين مذاقا وشكلا. وهنا الزينه ديالي كنقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. بالسلامه عليكم.